أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ومتاعها يصير إلى الضلال
فيها سيثنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. كل نفس لائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن الله تعالى قد استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها، وسخر لكم الكون، وأسبغ عليكم النعم، ونوه بكم في الملأ الأعلى فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أيها الناس، الاستخلاف في الأرض مسؤولية تستوجب الأمانة، وقد قلدكم الله الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة تستلزم النزاهة والصدق والإخلاص والوفاء بالعهود والعقود والحقوق والالتزامات والتعفف عن المحرمات، وهي من مكارم الأخلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي المقابل، فإن الخيانة لؤم وآية من آيات النفاق، فإذا ضيعت الأمانة وظهرت الخيانة طاشت الموازين، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهتكت الحرم، وتأخرت الأمم والمجتمعات، وانتشر الغلول والاختلاس للمال، وانهارت القيم والحضارات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عباد الله، الاستخلاف في الأرض مسؤولية تستوجب العمل والإصلاح بجد وعزم واجتهاد، وتستلزم الأخذ على يد السفهاء ومحاربة الفساد. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالإفساد في الأرض يهدد العباد ويعم الحاضر والباد ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الإفساد في الأرض شؤم مؤذن بالانهيار والخراب. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن مظاهر ذلك الإفساد الرشد والغلو والاختلال، والرشوة والاختلاس والاستغلال، والإسراف والخداع وغسيل الأموال. كل ذلك يعرض النمو والتطور ويخل بتوفير الآتيات. والله تعالى يقول: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. عباد الله، الاستخلاف في الأرض امتحان يستوجب محاسبة النفس ومراقبة الله تعالى، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. معاشر المسلمين، الاستخلاف في الأرض نعمة تستوجب الشكر، ومن شكر الله تعالى على ذلك الاقتصاد وعدم الإسراف، والمحافظة على النعم وعدم إتلافها،
فكفر النعم مؤذن بزوالها، والإسراف إفساد في الأرض مؤذن بخرابها. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الناس، إن الإسلام يحمي المال ويصونه كمقصد من مقاصد التشريع الخمسة التي هي النفس والعرض والعقل والدين والمال، فشرع من أجله الأحكام وأذن في الدفاع عنه والشهادة دونه. عباد الله، لقد أكد الإسلام على أمة المال العام وجعل الصفو والاختلاس والاعتداء عليه وانتهاك حرمته غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالغلول اختلاس ما ليس للمرء به من حق، وكل من خال في شيء فقد غل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلول، فإنه عار وخزي وشناء على أهله يوم القيامة. رواه أحمد. وكل نهبة واختلاس ورشوة ومكسب خبيث فهو سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، النار أولى به. يا كعب، الناس غاديان، فغاد في فتاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها. رواه ابن حبان. ولقد قرن الإسلام حرمة المال العام بحرمة الدماء. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر في حجة الوداع فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس للحجة؟ قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. رواه البخاري. عباد الله، تبعات الحرام مفلسة وحسراته مؤلمة. فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. فويل للمعتدين والمنتهكين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
لله الذي أحل الحلال وحرم الغش والاغتيال وأذن في كسب المال فتعلقت به النفوس والآمال وأمر بالغسل والاعتدال وكتب الأرزاق والآجال ونسخ الأعمال ورتب عليه الحساب في المآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الآن. أيها الناس، إن الله حرم احتساب المال من وسائل غير مشروعة. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأوجب الضمان على من أتلفه، وشرع الحدود في انتهاك حرمته، ومنع من إنفاقه في غير وجهه، وحرم تبذيره فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فاحرصوا عباد الله على الكسب الطيب الحلال ولا تيمموا الخبيث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أبصر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وبعد، عباد الله، فإن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخبط فيما شاءت به نفسه من مال الله ليس له يوم القيامة إلا النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وشفاء من كل سقم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا، وانصر جنودنا المرابطين يا قوي يا عزيز. اللهم انت الله لا اله الا انت، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا مجللا غير ضار، تحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك
وأحيي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.